انا عايز اقول حاجه ثانيه. اتفضل. الارتباط بشخصيه وطنيه بتحب البلد دي مش عنصريه، انما الارتباط بجماعه بتسيء للوطن دي لا هو ممكن بس انه يعني معلش يعني خلينا نتكلم بشكل دايما برضو اللي بعيد. انا بكلمك كطاهر ابو زيد المواطن مش بكلمك كعضو. انا بسال هنا يعني طبعا انا فاهم راي حضرتك بس بتكلم على مسؤوليه المنصب السياسي انك بتتعامل مع صحيح يعني الغام طول النهار. هيحصل لك مشكله زي دي بسبب وبعدين يتشاف فيها رد فعلك وبعدين يحصل موقف تاني يقولوا هو رد زي ما الفرق بين لاعب الكونغ فو ولاعب الكوره ده صحيح انه هشوف انا رد فعلك السياسي هنا ورد فعلك السياسي هنا. طبعا احنا ما نقدرش نجاوب على حاجه ما حصلتش، انما انا اعتقد ان شيء زي ده هيسعد المصريين. يعني لو لقيت حد عمل القصه دي هيبقى فيها سعاده للمصريين، يعني مش هتضايق المصريين. شايف انه السياسه اختلطت بالكره كثيرا بالرياضه كثيرا ولا لا؟ لا يعني باستثناء بعض عايز اقول التصرفات الفرديه يعني ما اعتقدش، انما في قواعد في الحقيقه داخل الانديه والاتحادات بتلعب دور خفي احنا نعرفه. ازاي بقى؟ كمسؤولين رياضيين لان لسه ما زالت هناك قواعد في الانديه والاتحادات بتشتغل لحساب نفسها وبتعمل في الخفاء وبيمثلوا احيانا عايز اقول طابور خامس. انما برضو حتى الطابور الخامس دي حقيقه في الرياضه طبعا، انما القليلين منهم هم اللي بيلعبوا الدور ده. واللغه الاكثر ايجابيه اصبحت في الوسط الرياضي الحمد لله انا بشعر بيها وبلمسها يوميا.